السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف. من احد السوبر ماركتات بوريكم النهاردة بعض الاطباق المزخرفة والمزينة المسطحة والغويطة. يمكن في بعض الناس حابة تشتغل في المجال ده، ممكن يستوحوا منه حاجة، ممكن يستوحوا من اسعاره مجال بيزنس معين. فمن الباب ده قلت ايه، نستعرض بعض الستايلات والمناظر، يمكن في حد نفتح له باب عن طريق الفيديو ده يجذب نظره اي شكل. بنصور عن قرب علشان الناس برضو ايه تبقى مركزة في الشكل قوي وكمان في السعر. الكوبايات طبعا ممكن تكون مجال شغل ناس كتير كصناعة او تجارة.